تحية مسائية ندية نرسلها لكم على امتداد بثنا الفضائي. برحب بكم في سهرة جديدة من سهرات سوداني، سهرة السوداني للثقافة والفائدة والإمتاع. اليوم نتناول بالحديث الفنان مصطفى سيد أحمد، شعاع الإبداع. ضيف الأول أستاذ وملحن، أستاذ للموسيقى بكلية الموسيقى والمسرح، نال درجة الماجستير عن أطروحته دراسة وبحوث حول موسيقى الزاندي. يعتبر الأب الروحي للفنان مصطفى سيد أحمد، جمعته العديد من الأعمال معه، وكانت أول الأعمال حاجة فيك. رحبوا معي بالموسيقار والملحن أستاذ محمد سراج الدين. اهلا بك يا استاذ محمد على سوداني، وسعيدين بوجودك معنا. اهلا بك، شكرا جزيلا. اتفضل. السلام عليكم. اذن ليلتنا توثيقيه تحمل عبق الماضي، الحاضر المتعطش لتلك الكلمات الرزينه والالحان الهادئه والاداء الرائع. فناننا أتى من ودسولفاب بولاية الجزيرة من مواليد العام 53، كان مبرزا في دراسته الأولية والتحق بمعهد إعداد المعلمين ليكن معلما عبر الأجيال، ريشة وقلما وموسيقى وشعرا. فقدناه بيننا في العام 96، لكنه كتب لنفسه الخلود بصوته الرخيم وأدائه الهادئ. اليوم نمني أنفسنا بتلك الذكريات توثيقا لطرب هذا الفنان الأصيل، ونستمع إليه عبر صوت الفنان عمر خليل. برحب بك يا سيد عمر على السوداني. أهلا بك. أهلا مرحبا. وأنت اليوم يعني تذكرنا بهذا الفنان الرائع اللي ترك بصمة واضحة على الساحة الفنية السودانية. حقيقة يعني شكرا لقناة الشروق ولبرنامج سوداني على الإتاحة، وأنا أفتكر أنه يعني تجربة مصطفى هي تجربة جديدة بأنها توثق للأجيال القادمة، وأنا سعيد بالاستضافة جدا. يعني نحن بنرحب بك وبنرحب بكل أفراد أسرته بأصدقائه وبجميع من تعامل معه من شعراء وملحنين. حنترك لك افتتاحية هذه السهرة وحتسمعنا شنو في البداية؟ في البداية حاشتغل أخوان في الإنسانية، كلمات الأستاذ محمد المهدي عبد الوهاب، الشاعر المهاجر بالإمارات العربية المتحدة، ومن ألحان الأستاذ المرحوم مصطفى سيد أحمد. الدنيا عشان انساكي وانسى الحزن.
البحر ما خلاني أعيش براني. كان البحر ما خلاني أعيش براني. كان أخوان في الإنسانية قعدت معاهم واتفاترنا وكم لفينا وكم سهرنا. قعدت معاهم واتفاترنا وكم لفينا وكم سهرنا. كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا بالحرية. كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه. زمن منك زادني أسيا طلعي من عينيهم والتين يفرحوا أو يندهشوا أو يفترشوا سواعي الله. كنت بتطلعي من عينيهم والتين يفرحوا أو يندهشوا أو يفترشوا سواعي الطباع أو يتكلموا عنا الأرض سلام العالم أو يتكلموا عنا الأرض سلام العالم. كنت غريب الوجه معذب يغنوا
يغنوا يغنوا يغنوا يغنوا شوية شوية وسكت المركب سكت المركب سكت المركب كل الناس اتنين اتنين كل الناس اتنين اتنين فرح يتكلم بلغتين كل الناس اتنين اتنين كل الناس اتنين اتنين فرح يتكلم بلغتين كنت برايا وجاني حنين الكون اتكوم كنت برايا وجاني حنين الكون اتكوم غور غور جوا صدري غور غور جوا صدري اتمنيت لو كنت معايا 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 ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه زادني أسيا ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه ما بين زمنا متمنيه زمنا منك زادني أسيا خفت الدنيا عشان انساك وانسى الحزن الطارد لي خفت الدنيا عشان انساك وانسى الحزن الطارد لي ما بين زمن المتمنين إذن مصطفى سيد أحمد شعاع الإبداع هذا الفنان الذي لم يغني فقط ليسمع أغنياته للناس ويرددوها وإنما غنى لأنه اقتنع بأن كلمات أغنياته تحمل العديد من الأفكار والأحاسيس التي يمكن أن تكون نافعة جدا لإحساس المتلقي وتحمل المنفعة الكبيرة لوجدانه. نحن حيكون معنا ضيف ثالث اليوم يسري هذه الحلقة بنقاشه وهو من مواليد مدينة مروي العام 1959 تلقى تعليمه العام بمدينة الدامر ما بين العام 65 و78 تحصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى والمسرح تمثيل وإخراج في العام 82 تحصل على دبلوم فوق الجامعي في التاريخ والفنون من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عامل معلما بالمرحلة الثانوية ومعاهد التربية وكلية معلمات الدامر ومعهد تدريب معلمات المرحلة المتوسطة بعطبرة وأم درمان مخرج مسرحي قدم العديد من المسرحيات شاعر غنائي غنى له العديد من الفنانين السودانيين الكبار هل هو الشاعر صلاح حايد سعيد؟ الإجابة الأولى الإجابة الثانية الشاعر قاسم أبو زيد الإجابة الثالثة الشاعر أزهري محمد علي إن شاء الله الفائزين المحظوظين معنا اليوم حيكونوا موعودين بطقمي ذهب مقدمين من قناة الشروق الفضائية.
ومرة أخرى يعني نذكر ونرحب بضيوفنا الأكارم أستاذ محمد سراج الدين الموسيقار المعروف وعمر خليل. موضوع هذه الأمسية كما تفضلت بالذكر مصطفى سيد أحمد شعاع الإبداع، وبداية عايزين نركز على فترة النشأة وقرية والسولفاب بولاية الجزيرة، كيف كانت ولأي حد أثرت حتى على تشكيل تجربته فيما بعد؟ تفضل أستاذ محمد. أنا طبعا المرحلة دي ما عايشتها معه، لكن عارف إنه هو كان أستاذ كان بيدرس، وفي بعض المرات كنت بمشي معه في الفضاء، فكان مهتم كثير جدا بالفن التشكيلي. حتى المدرسة اللي كان بيعمل بها كان بيرسم أشياء موجودة لحد الآن في مدرسة والسلفاب. والسلفاب طبعا قرية صغيرة بعد الحصحيزة، وناس مترابطين، والبيئة بتاعتها البيئة تخلي هي أثرت فيه كثير. يعني كيف بدت موهبته بالظهور؟ موهبته بدت بالظهور، وطبعا عرفنا انه كان فنان تشكيلي في الاول وكتب الشعر، وفي النهاية تفرغ للغناء. يعني الفنان مصطفى سيد احمد استاذ محمد برغم قصر عمره الفني الا انه استطاع ان يترك بصمه واضحه على الساحه الفنيه. شنو الوصفه السحريه اللي ميزت تجربه هذا الفنان الرائع؟ والله مصطفى طبعا يمكن انا التقيت به سنه 77 في معهد تدريب معلمات المرحله المتوسطه اللي هو هسه كليه المعلمات، وجاء عشان يتدرب لمده سنتين ويرجع مدرسته. في الأول هو تقدم للتدريب المعلمات، كان في لوك الدكتو عدة أنشطة. عمر خليل، يعني أنت صوت مشابه أو مستنسخ من الفنان مصطفى سيد أحمد، شنو وجهك لهذا الجانب؟ من اللي اكتشف فيك هذا الصوت، وكيف قررت أنك أنت تذهب في جانب تقليد الفنان مصطفى سيد أحمد؟ طيب في البداية هو طبعا ما في صوت بيستنسخ من صوت، ولكن نحن سمعنا له ونحن بعيدا عن العلمية والمواصفات العلمية يعني بنحس كده، يعني في تشابه إلى حد، لكن فيما يخص الغنى مصطفى هي بس يعني البيجذب لغنى مصطفى مجموعة من الحاجات، يعني ما الصوت بس، يعني انت يعني اي حاجه، يعني اي جانب من جوانب التجربه الفنيه بتاعت مصطفى هي يعني جاذبه. اذا مسكت الكلمات بتلقاه بيختار اجمل الكلمات، ما بينظر لشاعر محدد ولا بيعاين لاسم، بيعاين للكلمه. صحيح. عشان كده بتلقى انه هو من اكثر الفنانين الغنوا، يعني ما احتكر نفسه في شاعر او شعرين. صحيح. يعني تعامل مع العديد من الشعراء كثير جدا، وحتى فيهم ناس غد ممكن تقول عليهم ما تعرفوا الا بعد ما غنى مصطفى وكده. فهو كان بعاين للحته دي، فالكلمه هي كانت المدخل، لكن بعد ذاك بقت في حاجات ثانيه، بقت في يعني غنى عنده قضيه، ما هو غنى والسلام، يعني بيغني من اجل الحبيب الوطن والوطن الحبيبة، ومن أجل حاجات كثيرة جدا جدا، يعني ضحت الفكرة القديمة بتاعت نظرية الفن للفن، ولكن الفن من أجل الحياة. وبالصدفة يعني حسيت أنه أنا غادي يكون يعني صوتي قريب له وكده. بل أنا لما بديت أغني في الثمانينات في المدارس وكده، أنا ما كنت بغني في البداية، ما كنت بغني للمصطفى، كنت بغني لفنانين ثانيين، كنت بغني لزيدان ولأبو عركة. لكن مع التغيرات اللي بتحصل للزول في سنين وتركيبته لقيت إنه أقرب لمصطفى، وحتى بعد ذاك لقيت إنه أنا يعني غنى مصطفى لاقي نفسي فيه أكثر،
وده اللي حصل. نحن بنحييك فنان عمر خليل وامتعتنا يعني منذ بدايه السهر بالغنيتين اللي استمعنا ليهم. احنا هنذكر تاني بالضيف اللي حينضم لنا، هو مخرج تلفزيوني متعاون بقسم الدراما بالهيئه القوميه للتلفزيون، عضو ومؤسس لجماعه السديم المسرحيه، له اسهامات في مجال الكتابه الدراميه والبرامجيه بالاذاعه السودانيه، له ايضا مجموعه مسرحيات قصيره معدل النشر بعنوان 5 لوحات على جدار الواقع، له مجموعة شعرية معدل النشر أيضا بعنوان الهوامش، يعمل الآن أستاذا بكلية التربية جامعة الخرطوم قسم الوسائل والمناشط، شاعر غنائي غنى له الفنان مصطفى سيد أحمد، اتفقي الجاكي وين أو اتدفقي والجاكي وين، كوني النجمة ومسافر يا جرح، عزة هوانا، نشوة ريد، وغيرها من الأغنيات. الإجابة الأولى الشاعر صلاح حق سعيد، الإجابة الثانية الشاعر قاسم أبو زيد، الإجابة الثالثة الشاعر أزهري محمد علي. إذا حيتواصل حديثنا حول الفنان مصطفى سيد أحمد شعاع الإبداع بعد ما نستمع لأغنيتين، وبعدهم بنعلن عن نجمنا لهذه الأمسية، وإليك عمر خليل. طيب هشتغل عملين، العمل الأول بعنوان الحزن النبيل، كلمات الأستاذ الشاعر الكبير صلاح حاج سعيد، ألحان الأستاذ الراحل مصطفى سيد أحمد.
عشت معاك كل الخطا والممكن بقدر عليها وبعرفها ومشيت معاك كل الخطا والممكن بقدر عليها وبعرفها وفيت ما قصرت في حقك ولا كان عرف غيرك مصادفة وفيت ما قصرت في حقك ولا كان عرف غيرك مصادفة وكتر هواك يجيبني ليك جمع قلوبنا واللفا وكتر هواك يجيبني ليك جمع قلوبنا واللفا وبدين بقيتي معايا في أعماق مشاعر المرهفة وبدين بقيتي معايا في أعماق في أعماق مشاعر المرهفة لا منك ابتدت الظروف لا بك انتهت الأمان مترفة لا منك ابتدت الظروف لا بك انتهت الأمان المترفة عمري ما شلت الندم ما أصلح على الدنيا تسرق منيا في لحظة عشم ندمان أنا وحدك عمري ما شلت الندم وانا عندي ليك كان الفرح رغم احتمال اساك يا جرح الالم ندمان انا وحاتك
عمري ما شلت الندم. كان خوفي منك جاي من لهفة خطاك عن المواعيد الوهم ندمان أنا. ندمان أنا أبدا وحدك عمري ما شلت الندم. كان خوفي منك جاي من لهفة خطاك على المواعيد الوهم. أهون إحنا في الآخر سوا ضاعنا الهوى ماشيين على سكة عدم. أهون إحنا في الآخر سوا ضاعنا الهوى ماشيين على سكة عدم. أهون إحنا في الآخر سوا ضاعنا الهوى ماشيين على سكة عدم. وبقي تغني عليك أنا والحسرة والأسى الطويل. أقدم موضحة كلمات الأستاذ الكبير الشاعر أزهري محمد علي وألحان مصطفى سيد أحمد. فجر المشارق غابت الأبنوس عيونك يا بني من خبز الفنادق.
للمرح وبقيت لي سكة وعيون وبقيت لي سكة وعيون وبقيت لي سكة وعيون لا قدرت طولي شان اجيك لا قدرت من غيرك اكون بقيت لي سكة وعيون وبقيت لي سكة وعيون وبقيت لي سكة وعيون لا قدرت طولي شان اجيك لا قدرت من غيرك اكون وانا بيك ماليني الكلام انا بيك ماليني الكلام انا بيك ماليني الكلام انا بيك ماليني الكلام حركت بيه عصب السكون حركت بيه عصب السكون جلبت ليك الغيم رحل طرست ليك النيل زفار جلبت ليك الغيم رحل طرست ليك النيل زفار حركت ليك الشوق بخور وفرجت ليك الريح بيك بتنتهي ولا معاك مليت طواف لسك بيك بتنتهي ولا معاك مليت طواف لسك بيك بتنتهي ولا معاك مليت طواف ويا ريتني لو بقدر أكونك يا ريتني يا ريتني لو بقدر أكون يا ريتني يا ريتني لو بقدر أكون والضحايا فجر المشارق الصباح الباهي لوني والضحايا فجر المشارق الصباح الباهي لوني يا بني من خبز الفنادق غابت الأبنوس عيونك غابت الأبنوس عيوني غابت الأبنوس عيوني غابت الأبنوس عيوني غابت الأبنوس عيوني غابت الأبنوس عيوني
لكل الحضور الكريم والمشاهدون الأعزاء، نعلن الآن عن ضيف سهرة سوداني، المخرج الدرامي والمسرحي والمؤلف والشاعر الغنائي الفنان الشامل أستاذ قاسم أبو زيد. أهلا بك أستاذ قاسم، سعيدين بوجودك معنا اليوم في سهرة السوداني. يا مرحبتين. تفضل. أستاذ قاسم أبو زيد، نحن نرحب بك كثير في ليلة الوفاء والعرفان للفنان مصطفى سيد أحمد، وأنت تشاركنا الحديث حول هذا الفنان وحول تجربته المتفردة. شكرا لقناة الشروق، وتحية وشكرا لجمهور الحضور، وأتمنى نقول كلام جميل في حق الجميل. نحن اليوم وقبل أن نبدأ حديثنا عن هذا الفنان كنا قد أقمنا مسابقة على شرفك وأعطينا الجمهور مجموعة من المعلومات عنك، فهم الآن في انتظار الفائز الأول. نحن طبعا بنؤكد على أنه الإجابة صحيحة هي الإجابة الثانية، ونشوف الفائز الأول معنا بطقم الذهب المقدم من قناة الشروق. اسحب لنا واحدة من التذاكر. شوف الوقعات يا أستاذ قاسم. رقم التذكرة 122. طيب 122 رقم التذكرة الفائزة الأولى معنا اليوم. 122 رقم التذكرة الفائزة معنا وشاب من الحضور. أهلا بك، أهلا وسهلا، اسم الكريم منو؟ اسم الكريم أحمد محمد بلا. أحمد سمعنا صوتك. أحمد محمد بلا من الجزيرة. أهلا بك. أربي جنب السرفاق. نحن بنرحب بأهلنا في الجزيرة وبنهدي لك هذا الطقم. شايفك من قبل المتفاعل مع أغوانا المتفاعل. أستاذ كمان ما يصر معنا أستاذ عمر خليل ما يصر معنا. طيب نحن بنبارك لك هذه الهدية. أسلام الله يخليك. وانت متزوج ولا خاطب؟ متزوج. حتمشي تتزوجها ولا حتبيع؟ مبروكة للوالدة، مبروكة للوالدة. تفضل. إذا نحن في انتظار الفائز الثاني معانا اليوم بطقم الذهب الثاني، ويتواصل حديثنا عن الفنان مصطفى سيد أحمد. وأستاذ قاسم جمعتك عديد من الأعمال مع هذا الفنان الرائع، كلمنا عن هذه التجربة اللي جمعتك. والله هي تجربة طبعا ارتبطت بكلية الموسيقى والدراما اللي هي المعهد العالي للموسيقى والمسرح وقتها في 1981، والوقت ذاك مصطفى كان طالب في كلية الموسيقى، ونحن كنا مجموعة من الدراميين عملنا فرقة اسمها جماعة السديمة المسرحية. وارتبط معانا مصطفى بأنه هو كان يعني بيقوم بتلحين الشعارات الأعمال المسرحية، وأشي تاني في مشروع تاني يعني ربط الناس مع بعض اللي هو المشروع الثقافي نفسه. بمعنى أنه شنو، نحن كنا بنتكلم عن مثلا الهوية السودانية، بنتكلم عن تحمل فكرة واحدة يعني عن نوع واحد. عن نوع المسرح المختلف، عن نوع الفن التشكيلي المختلف، عن نوع الشعر، قصائد، الغناء. يمكن ده جمع الناس دي كلها مع بعض، وكنا في حوارات مستمرة، في قراءات مستمرة، وفي دراسات مستمرة. ده أنتج بشكل أو آخر العلاقة دي اللي هي بعد ده قام يتحول الأعمال أو الشعر المسرحي لشعر غنائي. وكثير من الأغنيات يا جرح عزة هوانا وعباد الشمس وضليت وليه غبت يا قمرة ونشوة ريد وغيرها الكثير. نحن نطمع في أن نسمع نص شعري منك في هذه السنة. ضليت ضليت هرب مني الأمل، جنيت جافاني الشروق، حنيت وكنت معايا في لما الدليب شاشاي، وفي إيغاح حش المردوم
وفي جيد الزمن سوميت مركت عليه محطات السفر غربة وما لقيتك أمل شارد مع إنك معاي في زحمة المشوار وحتى يقيني عاد من تاني صحاك من حنين ذاتي نجم الفرحة يا عايد تعالي معاي تعالي معاي من زفة نفس مزدار وما جرتك فرح كانت ولا طعم الشجر روح خطاي هانت انت معاني شايلاها الغوافي معزة في عمق الفرح دوبيت وكد ضليت قعدت براي وحسيتك بتطلع من نفس طورية ضامة الطين ومن دمعات وجع طول ندى العرق البنادي حنين وناديك وانت في ذاتي مخاوي سكتها هاتي مدى انغرية لابسة القمرشة الضوء يحن يغشاها مرة شروق يخدر من عرق تربال يرتاح في ظل الواسوق ينادي تراب يغازل خدرة السيال تطل شروق تكون قمر السعد ضويت تطل شروق تكون قمر السعد ضويت. جديد إذا قلنا إنه الفنان مصطفى سيد أحمد فنان متمكن وقبل أن يحترف الغناء هو كان شاعر وكان فنان تشكيلي وكان يكتب ويمكن هذا الشيء يعني جعله يتدخل في كثير من الأحيان في صياغة الشعر ويضيف ما يحس إنه يناسب اللحن أكثر من غيره ما يناسب الفكرة أكثر من غيره فكيف كان شكل التجربة في تجارب جمعتك به وفي غيره من التجارب؟ والله زي ما قال الأستاذ محمد سراج الدين إنه مصطفى تعدد المواهب اطلاعه المعرفة علاقته الحميمة جدا بالعادات التقاليد التراث السوداني همه بالإنسان السوداني عموما يعني مصطفى كان مهموم جدا بالإنسان الثاني إنسان الهامش إنه أنا أقدر كيف أوصل قضية آخرين مش قضية الناس الموجودين في السنتر أو في المركز في ناس هو بيفتكر إنه في ناس موجودين في هامش الحياة وما زالوا موجودين في هامش الحياة إنه دل عندهم حق كبير جدا إنه الناس يعبروا عن قضاياهم ويعبروا الناس يعبروا عن مشاكل ارتباطهم بالأرض التعليم يعني ولو لاحظت حتى مصطفى اختياراته أو انتخاباته للقصائد وللشعر هي فيها القضايا دي وفيها الأفكار دي وفيها المشاكل دي ساهم بشكل أو آخر إنه هو معرفته بالفن التشكيلي معرفته بفن الصورة عناصر الصورة معرفته بالشعر عناصر الشعر مضامين الشعر مدارس الشعر تيارات الشعر الشيء التالي المعرفة بالموسيقى والثقافة أنا أفتكر دي ساعدت مساعدة يعني مهمة جدا في بلورة تجربة مصطفى سيد أحمد وخلاها تكون من التجارب الناضجة ومن التجارب الجديدة ليه؟ لأنه في زمن من الأزمان الغنية ذاتها أنا أفتكر هي بدت يعني تتكرر يعني حتى القالب الغنائي القال في مستوى الألحان الغنية مشت في حتة والوقت ذاك حتى على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى السياسة كان في تحولات اقتصادية عالية جدا ونحن نعرف إنه التأثيرات الاقتصاد المعلومة جدا والمعروفة على التحولات الاجتماعية والتحولات الأخلاقية الناس محتاجة لنوع من الفن أو لنوع من الأدب هو يكون عنده القدرة عن التعبير العميق جدا عن الحالات دي. أستاذ محمد يعني ما زال بيصير حفظة الشعراء إنه يتدخل الفنان في صياغة بعض الأبيات وبعض الأشعار بما يناسب فكرته أو لحنه كيف كان بيتعامل الشعراء مع هذا الأمر؟ والله هو زي ما قلت لك في الأول هو بيدقق جدا في الاختيار و بيستشير الشاعر يعني مثلا انا لما لحن اغنيه والقى فيها مثلا كلام ممكن يكون عايز تعديل بستشير الشاعر يعني على اساس انه فهو كان بيعمل بالمبدا ده كتب قصيده ودي برضو من الحاجات اللي ما ظهرت له للام ودي للاسف الشديد انا يعني ما قدرت اتحصل عليها كلها يعني عارفين انه نسمع اغنيتين حتسمعنا شنو المرة جميل الأغنية الأولى المسافة كلمات الأستاذ صلاح سعيد ألحان الأستاذ مصطفى سيد أحمد الأغنية الثانية كوني النجمة كلمات الأستاذ قاسم أبو زيد وألحان الأستاذ مصطفى سيد أحمد
لسه بيناتنا المسافة واللهفة والخوف والسكون لسه بيناتنا المسافة والعيون واللهفة والخوف والسكون رنت الحزن البخافة رنت الحزن البخافة رنت بالفرحة وتفوق وامشي بالحسرة وأموت سفر قبل الزمن تعيس المواني الأمان في سفر قبل الزمن تعيس المواني يوم تجيبني عليك بصدق إنه بر يوم تجيبني عليك وصدق إنه مر الحصراني واحتواني معاك شجن عزبني قبلك ولسه منك جاي تاني واحتواني معاك شجن عذبني قبلك ولسه منك جاي تاني واحتواني معاك تمشي وين الخطوة عنك ما الزمن بالحب ناكع وابتلاني إلا بيناتنا المسافة والعيون واللهفة والخوف والسكون لسه بيناتنا المسافة والعيون واللهفة والخوف والسكون رنت الحزن البخافة رنت الحزن البخافة رنت وامشي بالحسرة وأموت
وجهك يا مداين يا مداين الفرحة والحب والجسارة لعيونك يا مداين يا مداين الفرحة والحب والجسارة عندي ليك مليون مشارة وألف خير والكل مشار لعيونك يا مداين يا مداين الفرحة والحب والجسارة عندي ليك مليون وشارة ألف خير والكل مشار وانت لما الحب يهوي في عيوني وفي عيونك يبقى حاير بالأمارة انت لما الحب يهوي في عيوني وفي عيونك يبقى حاير بالأمارة الفرح منك يجيني واعترين الخوف عليك الفرح واعترين الخوف عليك خطوة منك خطوة ليك خطوة منك خطوة ليك راجي منك بس إشارة وكلمة تديني المشارة راجي بس إشارة وكلمة تديني البشارة ولا بيناتنا المسافة والعيون واللهفة والخوف والسكون لسه بيناتنا المساء والعيون واللهفة والخوف والسكون رنت الحزن المخافة رنت الحزن رنت الحزن المخافة رنت الحزن المخافة تعدي بالفرحة وتفوت وامشي بالحسرة وأموت قولي الكلمة لصمت الليل وكوني النجمة وامشي معانا الدرب طويل وطول النجمة قولي الكلمة لصمت الليل وكوني النجمة وامشي معانا الدرب طويل
كلمة لصمت الليل وكون النجمة وامشي معانا الدرب طويل وطول النجمة وادي الفرح انت الدم ساحة نادى العمل لجوع عيونا وادي الفرح انت الدم ساحة نادى العمل لجوع عيونا شوق الشوق جد التالي باقي احلامنا جدار من كونا قولي الكلمة لصمت الليل وكون النجمة وامشي معانا الدرب طويل وطول النجمة كلمة لصمت الليل وكون النجمة وامشي معانا الدرب طويل وطول النجمة نار الإلفة بيننا سنين صحت فينا أحلام يوم باكر نار الإلفة بيننا سنين صحت فينا أحلام يوم باكر غيم العمل لعشارد يوصل وانت معانا في عمق الخاطر قول الكلمة لصمت الليل وكون النجمة وامشي معانا الدرب طويل وطول صوتك قبل الحنة يد مبسوطتك قبل الحنة نغم الليل السال شبان يد مبسوطتك قبل الحنة يد مبسوطتك قبل الحنة نغم الليل السال شبان نخلة غازل في عيون طفلة طفلة وحفلة ورقصة فال قول الكلمة لصمت الليل وقول النجمة وامشي معانا الدرب طويل وطول النجمة قول الكلمة لصمت الليل وقول النجمة ويتواصل حديثنا عن شعاع الإبداع مصطفى سيد أحمد ويمكن استمعنا لأغنية كون النجمة يعني الأغنية اللي وراها قصة كتب مطلع الجدال وتميت أنت أستاذ قاسم فكلمنا عن قصة هذه الأغنية هي أساسا القصيدة كانت الثلاثة مقاطع الأولى دي وكان مصطفى بيعمل في بروفات للأغنية في الوقت ده كان حضور أخونا الأخ الجدال وجاءوا إحساس إنه المفروض يعمل مطلع كده للأغنية واقترح عليه مصطفى المطلع وفعلا كتبه وبعد ذاك مصطفى يعني استطاع بطريقته المعروفة ديك إنه
يغوي من المطلع على أساس إنه القصيدة دي كانت كلها شكل واحد. وافتكر إنه الجدان نجح جدا في إنه يعمل زي ما يسموها العصاية عندهم المدخل بتاع الأغنية. عمر خليل، يعني التساؤل اللي بيفرض نفسه هنا، هل هناك من سيحمل راية هذا الفنان ويصير بنفس الدرب وينتهج الجديد ويضيف له أكثر؟ لا طبعا ده المفروض يحصل. يعني أنا هسي بس يعني استحضرتني يعني بعض ال يعني فكرة مصطفى في التلحين. يعني أنا أفتكر في طريقتين في التلحين. الطريقة الأولى اللي هي إنك يعني تجيب لحن موازي للكلمات الموجودة، وفي طريقة ثانية اللي هي الطريقة اللي ممكن تسميها بنائية. يعني اللحن بيكون عنده كينونة غايمة بذاته والكلمات عندها كينونة غايمة بذاتها، كويس؟ لكن تحاول توجد بيناتهم يعني توليفة. مصطفى أحمد أنا أفتكر إنه يعني جمع بين الاثنين، بين إنه يجيب يعني معادل للكلمات يعني بيظهر كثير في أغنياته. يعني لما يقول لك ها هي الأرض تغطت بالتعب، بيكون فيها تعب. وكثير من ما أقدر استحضرها هسي. فهو كان بيجاري الألحان مجارة الألحان، بس تعتبر يعني ما حاجة كويسة. لازم يكون في فكرة لحنية غايمة بذاتها، عندها قدرتها، لأنها هي يكون عندها كينونة ويكون عندها دهشة بها. فمصطفى كان بيجمع بين الاثنين ديل بشكل خطير جدا وبشكل جميل خالص، وبيقدر يقدمه للناس في قالب مستصحب معاه فكرته في إنه يقدم فن راقي وفن جميل وفن هادف. أنا أفتكر إنه إذا ما يعني ما مفروض إنه يعني يكون في زول يعني ما ممكن ما نسميها يحمل رايته، لكن يكون عنده نهج في إنه يعمل حاجة جديدة. وأنا واحد من الناس مفروض يكون الهاجس بتاعي. لكن برضو في اختلاف في كثير جدا من المعطيات بتاعة تجربة مصطفى في زمنه والحاصل ليلة. في تغير كبير جدا في المفاهيم، في حاجات كثيرة بيخلي إنه إمكان استنساخ تجربة بنفس فكرة مصطفى هي على مستحيلة. نحن كنا بنتمنى لو استمعنا من الجمهور ولكل من عاصروا هذا الفنان أن نستمع لإفادات حوله وحول تجربته، إلا أنه للأسف الزمن لا يزعفنا. أستاذ قاسم، يعني في الختام وقبل ما نسحب جائزة الأخيرة، عايزينك تسمعنا قصيدة من قصائدك ومن بعدها نشوف الفائز بطقم الذهب منه. اتدفقي اتدفقي، ما تكوني رقراق، ابقي يا ضل يا شموس. اتدفقي ما تكوني رقراق، ابقي يا ضل يا شموس. غطي المساحات بالوضوح، استنهض الشوق الجلوس. وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب، ما تشفقي العطش الرحيل، النير ركيزة ودمعة الأحباب سحاب. وما تخافي من دم الغروب، لو رتش اللوحة الضباب. ما دام ضميرنا الفينا حي، ما دام عريق العشق حي، ملحوقة يا مدن السراب، نديانا بفرح التساب. اتدفقي في ضان عمار، اتربعي وفجي الوجع. دمع الألم ما يهددك، ما خاب غناك، فارسك رجع. اتلهجي انت الشمس، اتوهجي لونك سطع، نور بوادينا الفساح، رقصت مزامير الصباح. مبكية غرية وغنبلة، مزقية دمعة وسنبلة. الليلة في ايدنا السلاح، ريشة وكدنكة ومطرغة. نبنيك أحسن يا ظروف، مخضرة دانية الغطوف، نطوي المسافات نصبقة. اتدفقي بلدك فداك، توهطي وري البنيات العزيق. محمية بعرق التراب، لو نغمتك مزقية بالريد العتيق. أنغام رباباتك تشيل معزوفة الليل والرفيق. ما تصغري ما تصغري ما تصغري، تكبر أماني السنبلة، هيا اكبري تصغر معاني الغنبلة. ما ترجع الصد
للمدائن والقرى. لا ترجع الصد للمدائن والقرى، شيل الشحوب الاصفرار، أدي البيوتات منظرة يدفقي في كل شارع وكل بيت، فروابين المحنة في ضمائرنا السهول يدفقي في كل حتة وكل زول. أبقي شان تحيا الفصول، أبقي شان تحيا الفصول. الله يديك العافية أستاذ جاسم. وقبل ما نختم ياريت تشوف لنا التذكرة الثانية الفائزة معنا منه، بنذكر بأنه الإجابة الصحيحة الإجابة الثانية. شوف الرقم الفائز. تسعة واربعين. مية مية تسعة واربعين. مية تسعة واربعين. مية تسعة واربعين رقم التذكرة الفائزة معنا. ليلة الشباب محظوظين معنا. أهلا بك. أهلا وسهلا. اسم الكريم منو؟ اسم محمد النيل محمد حامد. من وين يا محمد؟ من درمان المورد. محمد نحن بنبارك لك هذه الجائزة، وتذكر دائما كل ما تشوفها إنه كانت هدية من سهر السودان وقناة الشروق. حيو قناة الشروق. شكرا جزيلا. احنا وصلنا لختام سهرتنا مصطفى سيد احمد شعاع الابداع. لا يسعني في النهايه الا ان اشكر ضيوف الاكارم دكتور محمد سراج الدين الموسيقار واستاذ بكليه الموسيقى، والفنان الرائع عمر الخليل، وضيفنا اللي كان معنا اليوم بشعر وعبر كلمات استاذ قاسم ابو زيد. هي محطات عديده انسانيه فنيه واجتماعيه ربطت الفنان الانسان مصطفى سيد احمد بالعديدين من الشعراء الملحنين. تمنينا لو كنا التقينا بكل شخص من هؤلاء عشان ما يفيدنا بكل ما يعلم حول هذا الفنان الرائع، حول تجربته أيضا اللي جمعته بيوم. نحن بنرسل تحياتنا لأسرته لأبنائه لأصدقائه لكل محبي فنه ولكل الشعراء اللي غنى ليهم، وتحياتنا أيضا لهذا الحضور الجمعة الكريمة اللي كان معنا اليوم، وفعلا كان شعاع الإبداع هذا الفنان. الطيور كلمات الأستاذ حافظ عباس، ألحان الأستاذ مصطفى سيد أحمد. نحنا مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة، والله نحنا مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة، ولا في ايدها جواز سفر، والله نحنا مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة، والله نحنا مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة، ولا في ايدها جواز سفر. نمشي في كل المداين، نمشي في كل المداين، نبني عشنا بالغناوي وننصر الأفراح درر، والربيع يسكن جوارنا، والسنابل تملى دارنا، والسنابل تملى دارنا، والربيع يسكن جوارنا، والرياحين والمطر، والله نحنا مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة. Thank you.
حبيبة تغني لنا والحبيبة تغني لنا لا هموم تسكن دروبنا والحبيبة تغني لنا والحبيبة تغني لنا لا هموم تسكن دروبنا ولا يلاقينا الخطر وين يلاقينا الخطر وين يلاقينا الخطر لو بقينا مع الطيور المابي تعرف ليها خرطة باكر يا حليلة لما أولادنا السمر يبقوا أفراحنا قلبي نمسح بيها أحزان الزمن كل باكر يا حليلة لما أولادنا السمر يبقوا أفراحنا قلبي نمسح بيها أحزان إلا باكر يا حليل لما أولادنا السمر يبقوا أفراحنا قلبي نمسح بيها أحزان نمشي في كل الدروب الواسعة دي والرواكيب الصغيرة تبقى أكبر من مدن نمشي في كل الدروب الواسعة دي والرواكيب الصغيرة تبقى أكبر من مدن إيدي في إيدك نغني إيدي في إيدك نغني والله نحنا مع الطيور الماضي تعرف ليها خرطة ولا فينا جوا السفر والله نحنا مع الطيور الماضي تعرف ليها خرطة ولا فينا جوا السفر والله نحنا مع الطيور الماضي طيور المامي تعرف ليها خرطة ولا في ايدا جواز سفر نلتقيكم في سهرة أخرى تحمل نفس الإبداع الحقيقي وتتواصل سهرات سوداني نفس الزمان ونفس المكان نلتقيكم دائما عبر قناة الشروق في رعاية الله